نكمل التفسير بس معانا الفنانة مونيا. الو الو، اتفضلي. مساء الخير عليكي. مساء الخير. مساء الخير عليكي، اهلا منورانا. اتفضلي يا استاذة مونيا. ربنا يخليك دكتورة صوفيا. اهلا يا استاذة مونيا، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ هل ممكن استفسر بس عن حلم بقالي فترة؟ انا امي الله يرحمها بشوفها كتير قوي في الاحلام دلوقتي. الله يرحمه. اخر فتره بتجيلي جايبه لي بيت كبير وبتدهولي ديك، انا ببص له بلاقي فيه حمام سباحه كبير وميه زرقاء، ببص له بس انا ما ببقاش يعني مبسوطه قوي، لكن بصه اللي هي حققت لي حاجات حلوه يعني. ابشري. حلو مره واثنين، واخر مره شفتها امبارح جات لي وخدت مني تقريبا مش فاكره، بس هو الافات يعني 20,000 40,000، بعدين مسكتني في خدي وانا مبسوطه قوي عماله اقول خدت مني ما ادتنيش، فصحيت من النوم استغربت يعني خدت مني ما ادتنيش. متهيألي يا دكتور صوفيا خدت دي ما بقاش حاجه مش كويسه. الميت مش حلو. مش حلو. حاضر، انا هقول لك يا استاذه مونيا. شكرا الفنانه مونيا. هنرد على حضرتك حالا. الاول هنرد على اسراء. لا، استاذ صلاح. الحضين الحضين زي ما اتفقنا قلنا دي شيخوخه فيها يعني عمر طويل يعني ليه جدا. اي حد يحلم بحمام سباحه على حسب احنا قلنا ايه، لكل رؤيه حالها. لكل رؤيه حالها. ده ان شاء الله طول في عمره. وتوريث كمان، ورث. السماء الزرقاء ده اجابه دعوه، فرحه، يعني ايه الصفاء اصلا مطلوب في الرؤيه. طالما شاف الصفاء ده فده ان شاء الله في راحه نفسيه جايه له الفتره القادمه. ده استاذ صلاح. اسراء بقى مرات خالها. مرات خالها هي بتحبها جدا بس بتسميها في الاحلام. هقول لك الشيطان. الشيطان طالما هي بتحبها يبقى الشيطان مش عاجبه العلاقه الحلوه دي. فطبعا لازم دي رؤيه شيطانيه، دي اضغاث احلام بقى حاجه شيطانيه. رغم ان السم في رؤيات تاني فلوس. فلوس، لكن في الرؤيه دي دي احلام شيطانيه. فهو يعني بتمثلها لك عشان القلوب تحمل. قلبها يتحمل منها ويخاف منها وما تبقاش فيه صفاء في العلاقه دي، والله اعلم. رؤية بقى الفنانه مونيا ان مامتها جابت لها حاجات بيت كتير، بيت كبير، وبعدين اخذت منها. طبعا ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ده معناه ايه؟ معناه ان الروح بتصعد لله تعالى لتلتقي بالأموات، لمن تحب، بمن تحب. فمعنى إنها التقت بوالدتها فده معناه هي شايلة هم والدتها ووالدتها شايلة همها. تمام؟ ما انقطعش البني آدم. طبعاً ابن صالح يدعو له. طالما هي مواصلة والدتها فهي لازم تواصلها. فكون إنها جت قالت لها بيت واسع أو جابت لها بيت واسع، أبشري ببركه في الرزق. بارك الله في الدبه السريعه وفي البيت الواسع. فده معناه بركه في الرزق جايه لك. لكن انها تاخد منك 20,000، بصي الرقم 20,000 ده معناه اولا نصر. فكون انها خدته منك فده معلش هو في شيء انت داخله مع حد فيه في صراع، لكن هو هينتصر عليكي. هي مش جايه تقول لك كده عشان تبشرك ان انت بس هتخسري، لا، هي جايه تقول لك خدي حذرك. ان هو ممكن ينتصر عليكي. زي ما قلنا العزيز مصر لما شاف الرؤيه ما وقعتش، رغم انها كانت البقرات بياكلوا البقرات السمان، فما وقعتش ليه؟ عشان خدوا حذرهم. فلازم فده يعني تستعدي لدفع البلاء. طب قولي لي يا دكتور، حضرتك هنا 20,000 ده من الارقام المستحبه. الألف ده اللي هي بصي الألف جايه من الالفه، والألفة مش مقصود فلوس. استني، من 20 دي اصلا معناها نصر، رقم 20. رقم 20 والألف ألفة. كون انها في حاجات تقسم وفي حاجات برضو يعني مثلا في ارقام تفسر في الرؤية، مثلا جالك رقم 71 في الرؤية، ده ايه بقى؟ بتعملي ايه؟ بتروح تدوري على الصورة رقم 7 الآية رقم 1. ما بقولك لكل، ما فيش حاجة منطبقة، حلمين ينطبقوا على بعض نهائي في الدنيا. كل واحد حسب ظروفه. ابدا. حسب ظروفه. تمام؟ فده معناه ان انت حاولي تاخدي حذرك. لو انت داخله في صراع ولا في محكمه ولا في حاجه خدي حذرك، والله اعلم. لا ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. طب قولي يا دكتور، ممكن نرجع بقى لموضوعنا تاني. طب حتى لو الاطفال حلموا وافتكروا الحلم وقالوا لنا عليه، ممكن بيبقى فعلا ليه تفسير؟ طبعا طبعا. بصي هقول لك على حاجه، لو الطفل شاف رؤيه، الرؤيه دي ما تخصوش واحده مثلا بنت صغيره 7 سنين مثلا ولا حاجه، شافت انها مثلا يعني في الحج كده وبتاع، مش عليها، مش عليها.
لم يخط عليها القلم يعني. ده يخص والدتها. فالأطفال يحلمون لآبائهم. الحاجة اللي ما تناسبش سنهم فهي مش ليهم، فهي لآبائهم. واحد ولد شاف إن هو لا مثلا شنطة فلوس قد كده هيلاقيها، ده بابا تخص والده إن شاء الله. معانا منال. ألو.